لو تقدر وسكت يبقى زنك قديم. بالزنك خاطر قديمه كيف اكحل اكحل نون وفاه بنيت عمي. وانت بيته هنا؟ بيته هنا. وانا كده بنيني يعني جيت خربها وين يا مش حات خرب. اللي ما زلت مع هذي عدنين ما تسميها حتى بيت. هذه البيت اللي انت وراجلك وشكون؟ وليدي معي. ولدك معاك؟ ليه غيبو احنا يخلط لكم كان لا تعبين ياس تعبين ياس لا لا احنا ما يهمش احنا نجيو مرة خمسين مرتين عشر مرات في العام اما انتم اللي تعبين خاطر هبتين طالعين بالحق هبتين طالعين كل يوم تهبطوا البلاد ولا لا مرة في الجمعة لا يا مريضة لا نمشي للبلاد لا نتحرك يعني بصاشيد بصاشيد باش مريضة مريضة حشاك بالعصاب في المعدة والمخ اللطف عليك عايش بكشي ما العيشة اللي هنا مدريتش عليها من العيش هنا مدريتش عليها وشي هي خاطر واحد معزول معزول بالحق فهمتني والواد كي يحمل في الشتاء الشتاء ما يخليكمش تعديو بكل ما تعديوش لا اليقرى هذا اللي سوى بلا واد أول مرة في التاريخ يدخلنا واحد لأنه كان يزورنا ويطل علينا لا لا ما أبدا يستحيل نحن ما جينا حد دول ومشينا الوحيد هم بني عامي كل على علم لا جاء واحد أخر وسل شكون نحن تعرفنا شكون مرحبا بكم لأول مرة يستحيل الأمر لا لا مرحبا بكم نتشرف نتفرج فيها والليلة في العصر كان على حالنا بعد أما باش جانا مسؤول وطلع علينا صدقني تحت الصفر ونجيين هنا شبيك والله نسكن وياه في دار واحد 10 بيوت تحت زنكي صدق 10 بيوت تحت زنكي 10 في العائلة سكنين تحت 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 الطول ولدي راقد من قيادي وانا راقد منه يعقل هذا شنو نتمنى نتمنى الخير لما ذا بين نتمنى يعطوا لولدي دار ونا دار ونولي لباس الحمد لله خلينا نكمل القطع مر حتى الاخر هما بجهربته نحن شكون طال علينا شكون سهل علينا ما سهل علينا حد ما طال علينا حد هو شنو هو توصيل الصوت نتاعكم صوتكم يوصل يا ربي ولك فهمتني يوصل وان شاء الله ان شاء الله بالقناه نبعل وبالمسؤولين وفي الحكومه والكل ان شاء الله يوصل صوتكم والله يا صدق استغفر الله هذا هو فريجيدير هذا هو فريجيدير كيفاش تقضي مين تقضي مين تمشي مين هل قلت لكم نقضي مصوردات من السوق ومنين تعيش عندك مورد هذا الرزق منين لا ما عندي كيفاش تعيش ها قلت لك شهرين هزه شيخوخه هذيك اي هكا 100 دينار 100 دينار سكنة واحد الماء قاعدين نشرب الماء سيدي نشربوا في ماء التراب وتعيد علينا تو نشربوا من المستنقع تو ظل علق من هنا ونحن نهزوا ونحن نشربوا في الماء مهندس يجي يخدم خدمة باش يعدي الماء يوصل وغادي كنه ويقص وعلاش مو ماخذ عليه فلوس ياخذ عليه فلوس باش يصاح لك المهندس هذاك ويقصها مش طرفني علاش ما يطلعش لنا احنا هذه المنطقة هذه كل ما فيهاش ماء نحن نصوروا في سبع أيام في سبعة في التسعة في 63000 إن شاء الله في الشهر هذه تعيش عائلية خسرني ولدك شعر مكسور حشاك عنده أربع عمليات وعنده زوز هنا
وهاني بطخ لي عاقه في الدار فين هذا ما تعمليه معناها ها هم زوج هاي واحد هنا واحد هنا وربعه هنا ها. عاملين في تونس وفي كثير معناها من الولاده تولد هكا معناها لا ولد قاعد ثلاث سنين حشوك وقع عليه هذا ما عملهم العام تعدوا هذاكم ها هو تو الرجل تاعو يهبط تونس وامه هي راقد في تونس وانا هي واش 60 سنه ما يعطيني حتى شيء ايش مريضه السبيطار ما فيه شيء مريضه حاجه بجدرها تمشي للسبيطار ما تلقى فيه شيء تمشي المستوصف ما فيه شيء اي اي يبيع والذري تاعه بطاله واحد قاري 7 سنين في الشام ما قاعد بطاله لك واش نحكي لك يا خويا نحكي لك بدموعك انت بدموعي يعني بيك ربي ما ثماش كان يعني ظروف التعب وليداتي تعبين وحالي يعلم به ربي والماء ما ثمش الضوء ما ثمش ودياري تعب ولا بيبي لا شبابيك لا حاجه لا نخف ال 100000 ال 100000 منها الماء ومنها الضوء ومنها الكهرب ومنها السميد ومنها كل شيء ما عملت لنا حتى شيء ام ثلاثه اولاد ظروفي تعب فوق اللي يلزم ما جانا معتمد ولا طلع علينا ولا تلهابينا ولا كي نمشي مشيت لهابي ولا يعطيني حاجه ولا طول بالمستحيل ابدا الحمد لله يا ربي كيجونا اولاد الحليل ووقفوا عندنا هنا ولدك هذا المريض اللي قاعد يدور معناتها هذا اللي عمره 42 سنه هذا ولدي الكبير عمره 42 سنه يدور في الخلايا يروح لاي كان في الليل الاخر 21 سنه ها وينو قاعد ما تلهابي حد لا في ثوره من اللي جت الثوره نمشي في كل مره يقولوا لا تو نعوضوا تو نعوضوا لا عوضوه لا عطوه حاجه اي حاجه يعيش فيه الاخر كيف 35 سنه ما عمل شيء لا دار لا عنده مسك لا عنده مراه لا عنده حاجه الراجل مريضه هنا ما عنديش باش نعيش يلزم تعملوا لي حل